ناخد دينا من البحيرة. مساء الخير يا فندم، اتفضلي. أهلا وسهلا اليوم. أهلا بحضرتك. والله أنا ابني في تاني ثانوي عام، المهم جاله حالة غريبة أوي، لقيته كتير أوي يعني على طول أكنه في غيبوبة. معلش أنا مش سامع حضرتك كويس، هو أكنه في غيبوبة، هو عنده قد إيه وبيحصل له إيه؟ هو في ثانوية عامة في سنة تانية ثانوي عام. أه اتفضلي. مفيش مذاكرة خالص، الأسبوع كامل بيقول لي ماما حاسس إن أنا تايه، مش فاعل أي حاجة، مش مركز خالص في الكيس، وبيقعد يعيط دايما. تعيطه ده بيقلب بعد الأسبوع بيقول لي إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ يقول لك نسيه إيه؟ والنهارده إيه؟ طيب هي دلوقتي بتقول، بشكر حضرتك طبعا ومعلش بس احنا كان الصوت فيه مشكله، بس احنا قدرنا نفهم هي كانت ايه مشكلتها. بتقول هو في ثانوي عام والولد بيتوه وما بيركزش وعلى طول سرحان وبيعيط، هو عنده اكتئاب كمان بالمنظر ده، تعمل معاه ايه؟ بصي، عدم التركيز ده يبقى هو عنده مشكله في الاوميجا 3، فالمفروض نبدا عشان ده حاجه اسمها تشتيت انتباه، فنبدا نركز معاه في نركز معاه لو ياخد اوميجا 3، ده دواء ده مهم قوي، او سواء كان دواء او الموجود في الاسماك، منتجات الالبان، البيض واللبن والحاجات دي والزبادي، الحاجات دي مهمه جدا عشان التركيز بتاعه. ناخد بالنا قبل الدروس او قبل المذاكره ما ياكلش حاجات فيها بروتين، علشان البروتين بيحتاج لساعتين في الهضم او اكتر من ساعتين ونص. اه حياتك دي مهمه قوي، عشان كل ام بتبقى عايزه تغذي الولاد قبل الاكل، بقى تروح قايمه عامله له اكله كده تبقى فيها بروتين كتير. ده بيعمل ايه بقى؟ نبعد عن البروتين بالزبط. قبل المذاكره بقد ايه؟ مثلا بساعتين او ساعتين ونص. ساعتين ونص. أوكي. ليه بقى؟ نديله حاجات فيها كربوهيدرات تحول طاقه، يقعد يركز فيها، عشان نسبه الدم اللي بتكون في المعده بتكون متركزه، فسعد التركيز او الدرس او المذاكره محتاجه ان الدم يطلع للمخ، فمش بيطلع بصوره كافيه. مع بقى الحاجات المحفزه، انا عايز اقول لك فرط الحركة او كتير جدا. طب هي قالت لك هو بيعيط، هو كده برده مش يبقى داخل يعني عنده اكتئاب؟ بالظبط، هو بص الاكتئاب دي حاجه كبيره قوي، بس هو عشان كده دايما بنقول هنبدا بالتحفيز الايجابي ليه. يعني ايه التحفيز الايجابي؟ تعمل هي ايه دلوقتي من النهارده كده وبتتفرج علينا، ايه اللي تقوم تعمله معايا على طول؟ يعني من النهارده خلي كلامنا، هو ممكن يكون من الشخصيات الحساسه، او هو حاسس ان هو مضغوط ان اصحابه احسن منه، او هو مش عارف يلم نسبه التحصيل الدراسي. لو احنا كملنا على نفس النهج وما ادناهوش تحفيز ايجابي برافو والحاجات دي، او غيرنا بيها محفزه بتاعته، يعني كل اسبوع نخرج مع بعض نغير جو، نبدا نوفر له بيئه، ولو هو كان زهقان من الروتين نبدا النهارده في الصاله بكره في الاوضه، نبدا نقول له مثلا تحاول تتكلم معاه اكتر، تحاول تفهم هو ايه مشكلته. صح بالظبط، التحفيز الايجابي من الحاجات اللي هتخليه وتعملوا تحاليل مثلا برضو الفيتامينات برضو عشان تتاكد لو هو عنده مثلا مشكله في الفيتامينات دي اللي ممكن. بس هو نسبه عدم التشتيت الانتباه ده ممكن يكون بسبب مدرس مثلا، او هو حاسس الماده صعبه فالمدرس بيعنفه، فبدا يحس ان بيحصل حاجه اسمها نقص التحصيل الدراسي. نقص التحصيل الدراسي دي ممكن تبقى ماده المواد، فانت اعرفي الاول هو عنده مشكله في كل المواد ولا ماده واحده. طب انا